عودة إليكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء الثاني من البلاد اليوم الذي تأتيكم عبر قناة البلاد دائما. في هذا الجزء سنحاول أن نتحدث على الحدث الإفريقي الهام الذي سينطلق بعد دقائق من الآن، كان إفريقيا أو كأس إفريقيا للأمم. لن نفصل كثيرا في المنتخبات، في الأدوار وفي الحظوظ، بل سنتحدث عن الرياضة وكيف أصبحت حصانا ناجحا ورابحا في السياسة الخارجية للدول. سنتحدث أيضا عن الرياضة ودورها في التنمية المستدامة ودورها أيضا في غرس الثقافة لدى المجتمعات خاصة الإفريقية منها. سنعرج قليلا على حظوظ المنتخب الوطني الجزائري الذي سيبدأ مشواره الاثنين المقبل، خاصة ونحن نستضيف أحد أعمدة الرياضة الجزائرية الأستاذ والوزير السابق عبد الرؤوف برناوي، وزير الشباب والرياضة سابقا. أهلا وسهلا بك سيد وزير. وبكم أهلا، أشكرك على الاستضافة. مساء الخير المشاهدين. نعم سيد وزير، ربما قبل أن نفصل، وأنا مش مختص في الرياضة، لن أتعمق كثيرا في الحظوظ، لن أتعمق كثيرا في الخطط في التشكيلات، بل سأحاول أن أتكلم على مصطلح ربما هو جديد لكن أصبح له معنى وثقل ووزن في صناعة السياسات الخارجية لعديد من البلدان، ألا هو الدبلوماسية الرياضية. ما هو دور ووزن وثقل الرياضة اليوم في صنع في أو في صناعة السياسات الخارجية للدول؟ أكيد أنا نشاطرك يعني في هذا الطرح، خاصة أنه اللعب، نقول الرياضة هي قبلا أو أولا وآخرا هي لعب، وفي اللعب فيه فائز وخاسر، وهذا الشيء للأول يعني نقدر نقول لك فلسفة لازم نقبلوها في الرياضة. لكن الرياضة أنا نوافقك في هذا الطرح، وين صارت يعني أعمق وأقوى بكثير، وهذا ماهوش من اليوم، منذ قديم الزمن، منذ تأسيس هذه الرياضة الحديثة. نشوف يعني أول مونديال اللي كان تنظم في الأوروغواي، يعني ما كانش بالصدفة، أنا ذاك اللي كان محسن اللي كان يعني تفضل ويعني خدع على عاتقه تنظيم المونديال في الأوروغواي. شفنا يعني الأوروغواي البلد الصغير اللي محصور ما بين العملاق البرازيلي والأرجنتيني، يعني خرج للواجهة وصارت الأوروغواي هي نفس السيناريو اللي تعاود، يعني نقول لك حتى في مونديال قطر. قطر الدولة الشقيقة الصغيرة في حجمها لكن صارت كبيرة جدا بشأنها، وإن صارت عندها نقول صدى مسموع في العالم، وهذه يعيطوا لها يقول لك اللي يقولوا لها يعني هي في القوة الناعمة. السوفت باور، هذه الدبلوماسية الناعمة اللي تقدر يعني تفرض يعني عن طريق الرياضة، لكن يعني تكون اجتماعي، تكون يعني اقتصادي، وخاصة يعني تكون ثقافي. يعني شفنا يعني نقولوا نرجع دائما عن طريق مونديال قطر، وين شفنا انه الثقافة العربية، حتى شفنا يعني ميسي اللي كان يعني فاز بكأس العالم يعني يلبس العباية العربية، حتى التميمة يعني كانت هي عبارة عن قميص وعبارة عن تلك العمامة الخاصة بقطر. هل اليوم فعلا أصبح للرياضة دور ووزن وثقل في صناعة السياسة الخارجية للبلدان اليوم؟ أكيد أنا نقول لك يعني خاصة في صناعة وخاصة في فرض البلدان. يعني نقول لك احنا نقول لك يعني حاسة احنا أنا نقول لك في حرب اللي هي اللي نتمنى يعني خاصة أنه ربي يعني ينصر إخواننا في فلسطين. يعني نشوف كي تبدأ رياضة، يعني نشوف أنا أقول لك أنا الطفل في غزة لو كان يعني يشوف عسكري نقدر نقول لك امريكي يعني راح يشمئز، لكن لو كان يشوف مايكل جوردن راح يفرح. هذا هو الشيء الرياضي. الرياضه شوف لو كان يعني تكون هزيمه نقدر نقول لك عسكريه راح تجيب الحقد، لكن تكون هزيمه رياضيه راح تجيب الاحترام وتجيب نقدر نقول حتى نقدر نقول لك الاعجاب. هذه نقول لك البلدان القويه، وخاصه نقدر نقول لك الاقتصاد حاليا صار يستعمل الرياضه للترويج لكل ما هو اقتصادي، لأنه أولا وقبل كل شيء هي نقول لك هي اقتصادية محضة. يعني الأموال كثيرة اللي صارت يعني تدخل للرياضة، أكثر من 1000 مليار دولار سنويا، وهذا يعني ماهوش بالشي لين، وهذا دليل إن دل على شيء يدل أن الرياضة يعني صارت نقدر نقول لك أكثر من لعبة، بل هي اقتصادية اجتماعية. لكن ألا تعتقد بأنه في كثير من الأحيان هي سلاح ذو حدين؟ هل اليوم الأمر محسوب له مخطط له، خاصة فيما يتعلق بالجماهير، لما يكون جماهير غير يقدروا يرفضوا أو يرفعوا بعض الأهزيج وبعض الشعارات داخل الملاعب اللي ترفع أقوام وترفع بلدان وتضع بلدان أخرى؟ يعني أكيد نعم، وهذا الشيء للصراع اللي راهو سواقع، يعني نقدر نقول لك حتى يعني من قديم الأزل، وين يعني تشوف الهيئات القائمة على الرياضة يعني تحاول أنه كيفاش يعني تمنع ولا حتى التأطير
تفرض حتى بيروقراطيه وتفرض ايضا لا ديمقراطيه على المشاهدين. نقول لك اليوم نرجع ل 58 وين يعني فريق جبهه التحرير لما النجوم غادرت فرقها وشكلت فريق جبهه التحرير. الفيفا انذاك صدرت برقيه اللي كانت تهدد كل المنتخبات اللي تلعب مع فريق جبهه التحرير بالاقصاء. ورانا شفنا حاليا وين يعني صارت الهيئات الدوليه صارت تعاقب يعني كل الفرق. شفنا سلتيك اللي كان عاقبه لانه رفض رايد فلسطين الشقيقة. هذا الشيء نقول لك انا نوقف في هذا الطرح لانه هو سلاح ذو حدين. وين يعني صارت يعني حتى الرياضه والملعب لانه هو اكبر ملعب حاليا ليس الملعب كره القدم لكن هو التلفاز. صحيح. لانه التلفاز هو الملعب اللي يقدر يجمع لك ملايير من المشاهدين. وهذا الشيء نقدر نقول لك راح يمد يسوق في قضايا يسوق خاصه انه الوعي اللي رانا نشوفه في العالم. ونرجع دائما يعني من بعد يعني طواف الاقصى شفنا انه الرياضه خدات حقها الملاعب العالم وين نصرت هذه القضيه وصرع الصراع لكن الغلبه كانت للحق للجماهير. وانا نشوفه انه عن طريق الرياضه والحمد لله انه خرج وعي كبير وهذا نصره للقضايا الحق للقضايا العادله. نعم نشوفه القضيه الفلسطينيه نشوفها في الملاعب الافريقيه أكيد. ونحن نعرف جيدا الايام القليله الماضيه قبل يومين فقط شفنا الدعوه القضائيه في محكمه لاهاي التي قدمتها جنوب افريقيا ضد الكيان المحتل. هل سينعكس ذلك ايضا لدى الجماهير الافريقيه في اكيد خاصه بوجود المنتخب الوطني اكيد هو المناصر الاول للقضيه الفلسطينيه عنده حريه كبيره للاسف يعني فيه مناصرين لكن نشوف حسنا عارفين باللي فيه قيود عليهم يعني خاصه باش يرفعوا الرايه الفلسطينيه. لكن هي معروف انه لانه انا خبير خاصه وعضو في الهيئات الدوليه الافريقيه انه الدول اللي تكلم انجليزيه لي زونغلوفون مناصرين كثير للقضيه الفلسطينيه وخاصه القضيه الصحراويه اللي ما لازمش نساوها. صحيح. لازم صحيح. تاخذ حقها. وحنا كافريقيين احرار مثل جنوب افريقيا هو اللي مناصر القضيه الصحراويه لازم نناضل لما نسمع رئيس جنوب افريقيا يقول بانه لن نتحرر حتى تتحرر فلسطين فهذا كلام ذو وزن وكلام له انعكاسات وله تبعات. سنفصل في حظ المنتخب الجزائري خاصة وأنه آخر كان أو آخر كأس إفريقية فزنا بها كنت أنت تتقلد في ذلك الوقت منصب وزير القطاع وزير الشباب والرياضة. لكن قبل ذلك كيف أصبحت الرياضة اليوم حصان رابح وكيف أصبحت قوة ناعمة بالنسبة للسياسات الخارجية للبلدان؟ هي بقوتها وبتأثيرها وخاصة الإعجاب اللي يكون اللي راح يلحق الجماهير وايضا يعني كل شرائح المجتمع وخاصه الاطفال منها. كي يكون طفل يكون عنده اعجاب ببطل ما اللي هو نقدر نقول لك راح يكون حتى القدوه تاعو راح تقدر تسوق به وراح تقدر تزرع فيه واش ما تزرعوش لا بالاعلام ولا بالقوه ولا حتى بالجيوش. صحيح. لهذا الشيء تعلم بالقدوه اكيد. هذا الشيء اللي صارت الرياضه نقدر نقول لك الرهان الرابح لكل الدول. وانا نشوف اني نتابع خاصه هذا الكان هذه اللي تنظم في كوت ديفوار. انا يعني كرياضي نفرح يعني كي نشوف يعني انه كوت ديفوار اجبرت للتنميه المحليه. شفنا خاصه الطريق اللي ما بين سان بيدرو لابيجون اللي هو 333 كيلومتر على الساحل. هذه راح تكون يعني بنيه تحتيه اللي راح تقعد خدمه للشعب الايفواري. نعم من اهم شيء للرياضه اليوم وهذه الدورات وهذه المباريات الكرويه وهذه التظاهرات هو تحقيق اهداف التنميه المستدامه. يعني على الاقل يستفاد منها الشعوب لانه راح تجي السياحه راح يجوا السواح راح يجوا عده دول راح يجوا هيئات دوليه للمراقبه للمتابعه. معنا من اهم شيء يجب ان ترتكز عليه هذه التظاهرات اللي هي بناء المنشآت والتهيئة أكيد. المستدامة. وهذا يعني يدخل في ملف خاص يعني من بعد الألعاب يقولوا هي الإرت سي ليريتاج. هذا الإرت اللي لازم أيضا لأنه استثمار. أنا شفنا كوت ديفوار استثمروا أكثر من مليار دولار مليار ونص مليار دولار. هذا نقدر نقول لك ليس بالثمن الهين وخاصة أنه معروف أنه بلد كوت ديفوار يعني اقتصاديا ماهوش قوي كثير لكن هو قوة يعني نقدر نقول لك إقليمية خاصة في الناحية. وعندو نقدر نقول لك عنده نقدر نقول لك حماسه كثير وتنافس كثير خاصه مع الدول الجوار اللي هي الكاميرون رياضيا وحتى اقتصاديا. لكن شوف عني هذه يعني من امتيازات الرياضه في التنظيم هذا مد افضليه يتوقعوا قدوم اكثر من مليون سائح وهذا الشيء ليس مش بشيء بسيط. نعم والهين نعم بشيء بسيط والهين. وهذه نقدر نقول لك هذه هي الرياضه اللي احنا نتمنى انه تكون الرياضه في مبادئها انه تخدم
المجتمعات تخدم البلدان وخاصة تجمع الشعوب، هذه رياضة اللي نحبوها. لكن للأسف يعني ماشي ما نقولوش يعني نوايا لأبعد حدود، الرياضة حاليا رايتوخ تستعمل لغاية أخرى. أنا نشوف خاصة أن الرياضة حابين يعني هيكلوها لأمور أخرى اللي خاصة لتحويل خلق الله. شفنا يعني المثليين اللي حبوا أيضا يسوقوا لهم، وإحنا كشعوب لمحافظة مسلمة لرافضة لهذا الأمر. حتى شفنا أن الجنس الثالث اللي حبوا يخلقه يكون يدخل في الرياضة اللي هو متحول جنسيا، وهذا خطير جدا. هذا أول ملف وأول دخول اليوم راح يكون في أولمبياد باريس. قبل قليل تتكلم سي برناوي لو سمعت تتكلم على ربما إحصائيات أو توقعات بزيارة مليون سائح أو مليون متفرج، خلينا نسموه باسمه الحقيقي، إلى كوتيفوار في هذا الكان. كيف سيكون التعامل مع الثقافات هذه المتنوعة؟ هي الظاهرة أنه البلد المنظم حضر، لكن الشيء الممتاز اللي راح يستفاد به البلد المنظم أنه هو راح يكتشف الثقافات اللي هتكون حاضرة في بلده. احنا شفنا يعني بعد تنظيم الشان أنه يعني كان تنظيم فتحت الأبواب لمتعاملين اقتصاديين جزائريين على رأسهم. نقدر نقول لك نقدر نعملوا إشعار لأنه هو جزائري نفتخر به، طابيدور اللي هي يعني كانت يعني السجادة والزربية الجزائرية اللي كانت يعني زينت الملعب بحلة رائعة جدا، صارت يعني خدات مكانها في الكندية اللي راح يتابعوها نقدر نقول لك ملايين ولما لا ملايين من المشاهدين. هذه هي اللي نقدر نقول لك الدعايه اللي نحبوا احنا نتمناو، لانه احنا الجزائر كانت نظمت، لازم نعطوا الحق للجزائر، نظمنا وبامتياز وبصفه رائعه ورائعه جدا، خاصه الالعاب البحر المتوسط التي نظمت يعني نقدر نقول لك في ظروف وفي اجواء عالميه، نقدر نقول لك في اجواء اولمبيه اللي كان كل الرياضيين كانوا يتحصروا، كانوا يحبوا يشوفوا انه يلعبوا دائما في هذه الاجواء، ولما لا تنظيم حتى اعلى تظاهرات رياضيه في هذا البلد اللي عنده من القوه. انه نقول لك انا كوديفوار حاليا يعني استثمرت مليار ونص مليار دولار لخاصة البنية التحتية. احنا الجزائر الحمد لله تكلمت لك في كوديفوار انه شيدوا طريق، وشفت انا الصحافة خاصة الاوروبية وبنها خاصة بالاخص منها الفرنسوية اللي كانت فرحانة بطريق اللي هي تاع 333 كيلومتر. احنا الجزائر البلد اللي عنده 5000 من طريق سريع ومعبد، هذا يعطيك القوة تاع هذا البلد، هذا العملاق اللي عنده من الشأن، واللي كان ايضا نقدر نقول لك مد كثير للرياضة الإفريقية على سبيل ايضا. كنا تكلمنا على البحر المتوسط، تكلمنا على الشان البطولة الإفريقية للمحليين اللي كانت ايضا مدت خبرة واللي طلعت السقف في التنظيم، وهذا نشوفه رجع بالإيجاب على التنظيم الإيفواري واللي نتمنى له النجاح. نعم خلينا ندخلوا مباشرة الآن، ندخلوا شوية نتعمقوا في التخصص نتاعك. كأس إفريقيا، تقاليد إفريقيا في كل طبعة، خلينا نقولوا باللي فعلا في عمق إفريقيا بعيدا عن المغرب العربي دائما نرى العديد من المشاكل في التنظيم في التحضير. ربما تتذكر معي دورة الكاميرون. نعم. وين كانت الفرق، وين عانوا، حتى الملاعب ما كانتش مهيئة بذلك الحجم اللي يواكب تطور المنتخبات الإفريقية. حادثة التزاحم. نعم حادثة التزاحم. اليوم أيضا في كوتيفوار ربما أول نقطة سلبية اللي هي المدينة الإفريقية اللي ضمت كل المنتخبات، خلينا نقول بأنه عديد من المنتخبات غادرت، مثل على سبيل المثال الجزائر غادرت المكان إلى فندق آخر. كيف تتوقع أن تكون هذه الطبعة التي ستنطلق بعد دقائق من الآن؟ أنا نتوقع أنه راح يكون نجاح هذه الدورة يعني بشتى الطرق، لأن المنظمين وخاصة الهيئة العليا اللي هي الفيفا راح تضغط، وخاصة راح يساعدوا المنظمين لنجاح هذه الدورة. النجاح راح يكون فيها، لكن بأي طريقة؟ هل بطريقة المثلى اللي شفناها كما نظموا هنا في الجزائر ولا في مونديال قطر؟ أنا ما نتوقعش راح تكون مشاكل، خاصة مشاكل لأنه يعني المشاكل اللي يعاني منها المدينة خاصة المدن في كوديفوار هي الزحمة، زحمة الطرقات وخاصة هل ذهنية الإفريقي ما زالت لم تتطور، أو وين الإشكال، وين يكمن الإشكال؟ لماذا ما نشوفوش طبعات؟ أنا خليني نقول باللي راني الآن أتابع كأس آسيا، ملاعب خرافية، أجواء راقية تخليك فقط يا خويا متعنا في الميدان. متى نرى ذلك في افريقيا؟ هي ماهيش قضيه الا قضيه نقدر نقول لك الذهنيه تاع المواطن، لان هي المشاهد هي اللي تسهل، خاصه كيكون يعني تكون لما يكون يعني كما اليوم يعني حفل افتتاح راح يكون 65,000 متفرج، يعني معني في لازم يكون دخولهم يكون سلس وخروجهم يكون سلس، وهذا الشيء في ظروف حسنه
جمهور إفريقي ولا جمهور أوروبي ولا حتى جمهور عربي كي تحطوا فيه الإنسان اللي هو إنسان كي تحطوا فيه ظروف ملائمة راح يتصرف بحاضر. لكن في أوروبا من يصنع الفرجة ومن يمتع المشاهد ومن يمتع المتابع هو اللاعب الإفريقي في عديد من الأندية، الأندية الكبرى اللاعب الإفريقي ولا يصنع الفرجة. نعم هذا فيما يخص اللاعب، احنا كنا احنا نتكلم فيما يخص الجمهور. لكن في أوروبا يعني كي نشوفوا المنشآت أنه اللي هي المسرح اللي هو صار الملعب يعني مهيأ فيه نقدر نقول فيه مقاييس عالمية يعني باش حتى الجمهور يكون مرتاح في الدخول وفي الخروج وخاصة باستمتاع بهذه الاستعراض، لأنه اللعبة هذا بالنسبة لي أكثر من اللعبة استعراض، هذا الاستعراض هذا اللي لازم يمتع. لحنا كنت نقلوا كمناصرين ولا كجمهور باش نشوفوا هذا الاستعراض لازم أن نكون يكون عندنا ظروف ملائمة. أنا نتوقع نجاح لأبعد حدود لهذه الطبعة الإيفوارية، لأنه النجاح فيما يخص تنظيم حطوا إمكانيات كبيرة، أربع ملاعب جديدة يعني شيدت لهذا الحادث وترميم ملعبين تنين اللي هما يعني في مستوى مقبول جدا. بالنسبة إلى نقطة ربما أيضا تعاب كثيرا على إفريقيا وعلى المنافسات الإفريقية، نقطة التحكيم. نعم. هل اليوم نقدر نقوله باللي تجاوزنا هذه العقدة، عقدة التحكيم في إفريقيا، أو ما زالت تراوح مكانها؟ نهائيات يعني كأس إفريقيا نظن أن الحادث راح يجبر الحكام باش يكونوا في المستوى، خاصة في كوجيا في نهائيات كأس إفريقيا أيضا. لا كان يعني في منتخب الجزائر منتخب في كوجيا يعني كان قبل الفار، وخاصة أنه حاليا يعني وين يعني التطور هذا أيضا يعني أصبح صار يعني صار يعني تحكيم فيديو وين يعني قلل يعني من الأخطاء التحكيمية، وخاصة يعني كل أنظار راح تكون يعني حاضرة في إفريقيا. هل الأخطاء متعمدة ولا فعلا أخطاء؟ لا أكثر من متعمدة، هي متعمدة بفعل أمر بنية. لا هي في إفريقيا الأمور يعني تدبر بليل يعني باش نكون يعني صراحة يعني نعم هذا اللي أردت أن أتطرق إليه. هل ما زالت الأمور بالكولسة بتدبر بالليل أو تجاوزنا هذه المحطة هذه وهذه المحطة؟ واحد يعني واحد مش ما يكذبش على روحه يعني مش ما يخوش يعني حتى وين يكون نية لأبعد حدود حتى وين يسلم أمره. أنا شفنا يعني في أخطاء تحكيمية، هي كان أخطاء كثيرة بتكون أخطاء كما يقول باللغة العامية تخد وازر شو نازر يعني أنا الظاهرة أنه يعني ما زلنا يعني نتخطاه، ولكن في النهائيات صعب جدا يعني لأنه يقول لك الهامش يعني تاع اللعب يعني تاع الحاكم ولا راح يكون صغير، لأنه كل الأنظار راح تكون متجهة له، وخاصة أنه فيه تقنيات وأيضا يعني كل الحكام راح يحبوا ينجحوا باش يكونوا موجودين يعني في المونديال. يعني هذا الشيء اللي راح يعني ينقص نقول لك الهامش يعني تعلم بالنسبة للحكام، لأنه هذا الشيء أنا ما نحبش ندخل في كثير في هذه المتاهات. نعم. لأنه إفريقيا أنا عارفوها اللي فيها واللي عليها وإحنا ننتمي لهذه القارة. معنى اللي يقبل بقواعد اللعبة لازم يدافع على روحه وعلى حاجة. لازم ندخل اللعبة يعني قابلين قواعد اللعبة وندخل يعني بيتوب يعني خاصة بذهنية الفائز، نروح باش نلعب باش نربح يعني ما نروحش باش نربح، نلعب باش نربح. مهم جدا انه نعرف كيفاش نلعب، نعرف كيفاش نربح، وانه نعمل باش نربح. ما يعني ماشي لانه المقابله ما تربحهاش بلا ما تلعب، لازم تلعب. ما تبقاش متمسك باللي الاجواء والجو كل الاجواء وخاصه والثوب اللي راح يكون به المنتخب الجزائري هذه المره. أنا نظن يعني بيتوب الفيس بالماضي وحضر كتيبة اللي هي لباس بها مقبول بها، يعني حتى المتتبعين نتبع في الخارج أكثر من الداخل يعني كل الأخصائيين يعني تتنبؤوا يعني بقوة فريق المنتخب الجزائري. لكن يعني نقدر نقول لك يعني احنا باش ما نعملوش الضغط، أنا الشيء اللي نتمناه أنه الناخب الوطني وخاصة النخبة الوطنية تتفادى الضغط تلعب مرتاحة، لأنه يعني لازم تستمتع باللعب وهذا مهم جدا. هذا الاستمتاع راح تعطيهم ميكانيزمات وراح تقول انهم ما عندنا لاعبين قوية جدا، انا شفنا يعني كي يكونوا مرتاحين يقدروا يلعبوا، لكن احنا ما راناش وحدنا فيه منتخبات. انا يعني نتابع يعني صعود المنتخب المصري ملفت جدا. صحيح. يعني صار قوي جدا في هذه الفتره. فيه منتخب صاعد بقوي جدا نيجيريا. نعم انا نتنبه انه حيكون احسن هجوم الفريق النيجيري. البلد المنظم عنده فريق ممتاز جدا المغرب كوديفوار. المغرب ايضا عنده اللي صاحب المرتبه الرابعه في المونديال ومن اقوى المترشحين، من سبب السنغال اللي قوي جدا اللي هو حائز اللقب. يعني معروف انه اللي حائز اللقب غالبا يعني حتكون يعني طبعا اللي ما عدا فريق مصر الشقيق اللي كان يقدر يسيطر ثلاث سنوات كل منتخبات يعني بعد ما تفوز يعني تنعاد. لكن انا نتوقع
انه راح تكون الفريق الايفواري، لانه من 1984 ما فاش باللقب وخاصه قدم كل ما عليه وكل ما له من اجل الفوز باللقب. سي رؤوف راح تروح للكوت ايفوار ولا لا؟ ما الا تقدمنا في الـ في, الـ في المشوار، الا كنا في نصف النهائي نمشي ان شاء الله. انا تكلمت لك باش تروح ولا ما تروحش لانه كنت مربوح علينا في كان 2019 وين فاز الجزائريين باللقب، لهذا هل راح تروح هذه المره ولا ماكش راح تروح؟ الا توتوغا الا تقدمنا بصح لازم تروح باش يتقدموا لانك انت المربوح. لا باش نجيبوها احنا، لازم في النهائي المهم نكونوا حاضرين باذن الله. اذا وين يقدر يوصل المنتخب؟ انا نتوقع انه يقدر ينشط النهائي ان شاء الله. نعم، شكرا لك سي رؤوف برناوي الوزير السابق لقطاع الشباب والرياضه على هذه الدردشه وعلى هذه التوضيحات فيما يخص الرياضه وكيف اصبح شانها في صناعه الدبلوماسيه وفي صناعه الراي العام الدولي وفي صناعه مواقع الدوليه او مواقع الدوله بين الامم. أكيد سنلتقي في خلال الأيام القليلة القادمة شاء. خلال مسيرة المنتخب الوطني الجزائري في هذا الكان الذي نتمنى له كل التوفيق. شكرا لك مجددا. شكرا. والشكر الكبير لكم أنتم أوفياء قناة البلاد في كل مكان. إلى هنا وصلنا إلى ختام هذا العدد من البلاد اليوم. أترككم بعد دقائق لمتابعة حفل افتتاح الكان من كوت إيفوار. إلى موعد آخر، أترك في رعاية وحفظه. سلام.